مساء الخير والسلامة والسلام، مساء مصري الجميل على حضراتكم كل اللي بيتابعونا. لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم افتح باب قلبك. النهاردة يوم مهم، يوم المصريين كلهم كانوا بيتابعوه من أول النهار، زي ما شفنا النهاردة قمة مصرية تركية بالقاهرة. الرئيس رجب طيب أردوغان يصل إلى القاهرة في زيارة بعد 11 سنة. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل وزوجته الرئيس أردوغان وزوجته في مطار القاهرة. بعدها بدأ جولة من المحادثات بين الرئيسين، ثم عقد مؤتمر صحفي بين الرئيسين. الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث في هذا المؤتمر الصحفي في قضايا كثيرة وملفات كثيرة، خلونا نقول منها بعض النقاط ثم نذهب إلى التقرير عن المؤتمر الصحفي، نشوف كل التصريحات من السيد الرئيس شخصيا. السيد الرئيس رحب بفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان في أول زيارة لي لمصر من أكثر من 10 سنين، قال إن ده بيفتح صفحة جديدة بين البلدين ويثري العلاقات الثنائية. الرئيس السيسي أيضا قال إنه يهمه أن يبرز استمرار التواصل الشعبي خلال 10 سنين اللي فاتوا اللي ما كانش فيهم زيارات رسمية، بين استمرار التواصل الشعبي، وشهدت العلاقات التجارية والاستثمارية نمو وزيادة، وإن مصر حاليا هي الشريك التجاري الأول لتركيا في أفريقيا. الرئيس السيسي أيضا قال إنه سنسعى البلدين إلى رفع التبادل التجاري إلى ما قدره 15 مليار دولار خلال السنوات القادمة وتعزيز الاستثمارات المشتركة. مؤتمر صحفي عقد بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس رجب طيب أردوغان في القاهرة. السيد الرئيس أدلى بمجموعة من التصريحات، تعالوا نسمعها كلها ونرجع نكمل كلامنا. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود في البداية أن أرحب بفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان والوفد المرافق لسيادته في أول زيارة له لمصر منذ أكثر من 10 سنوات، لنفتح معا صفحة جديدة بين بلدينا بما يثري علاقتنا الثنائية ويضعها على مسارها الصحيح، وأؤكد اعتزازنا وتقديرنا لعلاقتنا التاريخية مع تركيا والإرث الحضاري والثقافي المشترك بيننا. ويهمني هنا إبراز استمرار التواصل الشعبي خلال السنوات العشر الماضية، كما شهدت العلاقات التجارية والاستثمارية نمواً مضطرداً خلال تلك الفترة. فمصر حالياً الشريك التجاري الأول لتركيا في إفريقيا، كما أن تركيا تعد من أهم مقاصد الصادرات المصرية، وقد أثبتت التجربة الجدوى الكبيرة للعمل المشترك بين قطاعات الأعمال بالبلدين. وبالتالي سنسعى معا إلى رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة، وتعزيز الاستثمارات المشتركة وفتح مجالات جديدة للتعاون. السيدات والسادة، أود أيضاً أن أشير إلى اهتمامنا بتعزيز التنسيق المشترك والاستفادة من موقع الدولتين كمركزي ثقل في المنطقة، بما يسهم في تحقيق السلم وتثبيت الاستقرار ووفر بيئة مواتية لتحقيق الازدهار والرفاهية، حيث تواجه الدولتان العديد من التحديات المشتركة مثل خطر الإرهاب والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يفرضها علينا الواقع المضطرب في المنطقة. وأعرب في هذا السياق عن اعتزازنا بمستوى التعاون القائم بين مصر وتركيا من أجل النفاذ السريع لأكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية إلى أهلنا في قطاع غزة، أخذا في الاعتبار
ما تمارسه السلطات الإسرائيلية من تضييق على دخول تلك المساعدات، مما يتسبب في دخول شاحنات المساعدات بوتيرة بطيئة لا تتناسب مع احتياجات سكان القطاع. ولقد توافقت وفخامة الرئيس أردوغان خلال المباحثات على ضرورة وقف إطلاق النار في القطاع بشكل فوري وتحقيق التهدئة بالضفة الغربية حتى يتسنى استئناف عملية السلام في أقرب فرصة، وصولاً إلى إعلان الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. كما أكدنا ضرورة تعزيز التشاور بين البلدين حول الملف الليبي بما يساعد على عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتوحيد المؤسسة العسكرية بالبلاد، ونقدر أن نجاحنا في تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا سيمثل نموذجاً يحتذى به، حيث أن دول المنطقة هي الأقدر على فهم تعقيداتها وسبل تسوية الخلافات القائمة فيها. يهمني كذلك الترحيب بالتهدئة الحالية في منطقة شرق المتوسط، ونتطلع للبناء عليها وصولاً إلى تسوية الخلافات القائمة بين الدول المتشائمة بالمنطقة، ليتسنى لنا جميعاً التعاون لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية المتاحة. كما أكدنا خلال المباحثات اهتمامنا المشترك بالتعاون في إفريقيا والعمل على دعم مساعيها للتنمية وتحقيق الاستقرار والازدهار. وختاماً، فإنني أتطلع لتلبية دعوة الرئيس أردوغان لزيارة تركيا في إبريل القادم لمواصلة العمل على ترفيع علاقات البلدين في شتى المجالات بما يتناسب مع تاريخهما وإرثهما الحضاري المشترك. وعلى هامش القمة المصرية التركية، السيدة انتصار السيسي نشرت النهاردة على صفحاتها ترحيب بضيفة مصر العزيزة السيدة أمينة أردوغان حرم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأنني استشرفت بلقائها على أرض مصر الغالية. كان لقاء وحديث زاخر بالمناقشات حول موضوعات الحماية المجتمعية والمبادرات ذات الصلة بالمساعدات والجهود المصرية المبذولة في هذا الشأن، وقمنا بجولة تفقدنا خلالها غرفة عمليات حياة كريمة والهلال الأحمر المصري لمطالعة سير الأعمال. زيارة غالية وخطوة عزيزة للسيدة التركية الأولى على أرض مصر، وأتطلع لتعزيز سبل التعاون بيننا في شتى المجالات. زي ما اتكلمنا، القمة المصرية التركية هي الزيارة الأولى للرئيس رجب طيب أردوغان من أكثر من 10 سنوات. الرئيس السيسي قال في المؤتمر الصحفي أنه سيقوم بزيارة تركيا في إبريل. إحنا هناخد اتصال تليفوني من الأستاذ الباحث في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية الباحث بشير عبد الفتاح. مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين الكرام. دلالات زيارة الرئيس التركي لمصر بعد أكثر ما يزيد من 10 سنوات من الغياب والرسائل في هذه الزيارة. الحقيقة تتنوع الدلالات لهذه الزيارة التي جاءت بعد 10 سنوات عجاف من العلاقات بين مصر وتركيا. أول هذه الدلالات أن البلدين أدركا أن حالة الجفاء السياسي والتباعد الاستراتيجي تنتقص من رصيدهما الإقليمي ومكانتهما الدولية، وكانت خسائرها أكبر بكثير من العائد المتوقع. لذلك أدرك البلدان أن منطقة الشرق الأوسط التي تعاني سيولة جيوسياسية يعاد هندستها من جديد من قبل القوى العظمى لمصلحة تلك القوى العظمى على حساب دول المنطقة، دول تتقسم، دول تتقدم. وبالتالي أدركت مصر وتركيا لابد أن نوحد جهودنا من أجل الحفاظ على وحدة بلادنا وعلى مصالحنا المشتركة ووقف التدخلات الخارجية في شؤون دول الإقليم. كما أن التباعد المصري التركي أدى إلى تفاقم الأزمات والصراعات بدليل انفجار الوضع في غزة وفي اليمن وسوريا والعراق بهذه الطريقة، لأنه لا يوجد قوة مركزية تنسق فيما بينها لتسوية هذه الأزمات واحتوائها.
ايضا مصر وتركيا ادركت انه الاقتصاد الذي نجا من الجفاء والقطيعه ساعد البلدين كثيرا، حجم التبادل التجاري 6.6 مليار دولار رغم القطيعه، والتطلعات ان يصل الى 15 مليار دولار. لذلك حرص رجال الاعمال على استبقاء التعاون الاقتصادي، وهذا افاد البلدين كثيرا. تمام. وبالتالي ادرك القيادتان ان لابد من ان يستمر التعاون والتنسيق بدلا من الجفاء والقطيعه التي لم تحقق للبلدين اي مكاسب على الاطلاق. ايضا التوقيت، والتوقيت جاء مع انفجار الوضع في غزه، وهذا جمع مصر وتركيا من اجل البحث عن حلول للخروج من هذا المازق الانساني الضخم. وما كان لإسرائيل أن تجترئ على غزة بهذه الطريقة لولا أن النظام الإقليمي العربي مفكك، وأن صحيح. كل من مصر وتركيا تتنافسان بعيدا عن الحقوق الفلسطينية. تمام أستاذ بشير. العودة المصرية التركية ستشكل قوة دفع لتسوية الأزمات والقضايا الخلافية في المنطقة. تمام أستاذ بشير، أهم الملفات اللي تناولتها الزيارة النهاردة. شوفي حضرتك، دايما زيارات الرؤساء بتنطوي على بعدين. البعد الاول العلاقات الثنائيه، التعاون الاقتصادي، التعاون العسكري، التعاون والتنسيق الامني والاستخباراتي والاستراتيجي، ثم القضايا الاقليميه محل الاهتمام المشترك، زي ليبيا، زي السودان، زي القضيه الفلسطينيه، زي الشرق المتوسط. وبالتالي الزعيمان تناقشا اليوم بشان سبل تطوير العلاقات، الارتفاع بمستوى التبادل التجاري الى 15 مليار دولار، تعاون عسكري، صفقة البرقدار، تصنيع عسكري مشترك، سبل المجلس الاستراتيجي الأعلى اللي هيطور العلاقات بين البلدين. ثم ناقش أيضا قضية غزة وسبل الخروج من المأزق الحالي، التنسيق في ليبيا، الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، وأن ينسق البلدين سويا في ليبيا بحيث يحققان مصالحهما دون افتئات على مصالح وحقوق الشعب الليبي. ايضا التنسيق بشان حل ازمات شرق المتوسط وتقاسم الطاقه والثروات في شرق المتوسط، ما يعني ان الزعيمين حاولا ان يضعا اسسا لمستقبل افضل لهذه العلاقات. صحيح ان كل الملفات لا يمكن ان تسوى في يوم واحد، لكن على الاقل نضع اسس وقواعد تمضي عليها هذه العلاقات في المستقبل. أستاذ بشير، كيف نظر المجتمع الدولي واستقبل هذه الزيارة وهذا اللقاء؟ الحقيقة إنه دول الإقليم استبشرت خيرا بهذه الزيارة، لأنه احنا بنتكلم عن أهم قوتين إقليميتين وازنتين في الشرق الأوسط. أيوه. والإقليم يعاني حالة من الفراغ الاستراتيجي، حينما تلتقي القاهرة وأنقرة هذا يؤدي إلى ملء الفراغ الاستراتيجي الذي يتسلل منه الإرهابيون والأطراف الخارجية التي تعبث بأمن واستقرار المنطقة وثرواتها. المجتمع الدولي طبعا، الولايات المتحدة دائما ما تحرص على أن يكون شركائها يعني منسقون فيما بينهم، بينما الجفاء المصري التركي كان يسبب قلقا للولايات المتحدة، لأنه غياب الدول المركزية يفتح المجال أمام الفاعلين دون الدولة كالتنظيمات الإرهابية والجماعات الخارجة على القانون. أيوة. خاصة أن هناك دول مركزية في المنطقة مثل العراق وسوريا وليبيا والسودان واليمن باتت خارج العمل الوطني باعتبار أنها تعاني من أزمات كبرى. صحيح. لذلك الالتقاء المصري التركي ربما يساعد هذه الدول على العودة مجددا إلى قلب المشهد من خلال بناء أسس جديدة للعلاقات الإقليمية وإعادة هيكلة النظام الإقليمي. تمام. الأستاذ الباحث بشير عبد الفتاح في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بنشكر حضرتك يا فندم. قمة مصرية تركية في القاهرة بعد غياب أكثر من 10 سنوات، قمة تناولت الكثير من الملفات، توقع فيها العديد من الاتفاقات، بها الكثير من الفعاليات. نشوف التقرير الرئاسي عن هذه القمة وفعالياتها ونرجع نكمل كلامنا. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته بمطار القاهرة الدولي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والسيدة قرينته.
حيث توجه الرئيسان إلى قصر الاتحادية، وأقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلمين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات مغلقة ثلاثة أخرى موسعة بحضور وفدي البلدين، حيث رحب السيد الرئيس بالرئيس التركي في أول زيارة له إلى مصر منذ أكثر من 10 سنوات، بما يفتح صفحة جديدة في العلاقات المصرية التركية ويثري التعاون المشترك ويؤكد الاعتزاز بالإرث الحضري والثقافي العريق للشعبين الشقيقين. قمة مصرية تركية في القاهرة بعد غياب أكثر من 10 سنوات، هذا حدث هام يتابعه المصريين زي ما سمعنا في المداخلة التليفونية، ينتبه المجتمع الدولي لأثر هذا الالتقاء لقوى إقليمية كبيرة وأثر ده على المنطقة اللي كلنا شايفينها وعارفين أزماتها، ومش هنشرح ولا هنتكلم. الخير لمصر يا رب، الخير لمصر دايماً من هذه القمة ومن كل القمم. نطلع فاصل ونرجع نكمل فقرات حلقتنا بعد الفاصل.